لا وما فهموش حتى تو الدستور 2022 التسمية في الفصل السلطة رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية اللي هو ثور للسلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، هو تقريبا نفس الفصل 37 تاع دستور 59 سميه وزير أكبر كاتب دولة للرئاسة، ولو كان كاتب دولة للرئاسة وضع خاص وانت قصيت منه كشخص العضد الأيمن، لأن ما ناش في العضد ولا في أعضاء الجسد، رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية ويرجعوا حتى الوظيفة التنفيذية ويرجعوا حتى للفقه الفرنساوي الوظيفة التنفيذية لفونكسيون اكزيكوتيف بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، هو نفس الفصل تقريبا 37 في دستور 59 ناس تقريبا عايشين في عالم آخر، معنا في حالة غيبوبة فكرية في حالة التيه فضلا على الخيانات بالطبع، وفضلا ان الناس اللي يلزمهم تغادر بسرعة. رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية، نمشيو للباب المتعلق بالحكومة، تأثر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة تبقى التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية. هذا كل وزير ماشي وحده، ثم حكومة تساعد رئيس الجمهورية على القيام بالوظيفة التنفيذية يتولى رئيس الحكومة إدارته، فريق عمل متكامل، وهذا اللي فهموه أعضاء الحكومة اللي المفروض مش فاهمين، يسير رئيس الحكومة الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة. تقريبا ما قروش الدستور، ما زالوا في ظل دستور 2014 وما زالوا يحنوا الدستور 2014 اللي فجر الدولة والرؤساء ثلاثة وعمل عشر رؤساء باش للدولة التونسية، معناها باش معناها هو كان تفجير للدولة في ظل ترتيب صهيوني لتفجير الدول من الداخل.